انت عارف انه هيدا ممكن يكون لقط غبره من مناطق مش نظيفه. قيل ان فيلم تنوره ماكسي تطاول على الطائفه المسيحيه من خلال تعاطيهم مع الكنيسه ودور رجل الدين والمصلين وكيفيه تعاطيهم مع الصلاه، الى النظره الى المراه بين المتحرره والمحافظه. وقيل ان الفيلم شوه صوره القوات اللبنانيه خلال الحرب واداء عناصرها في الثمانينيات من خلال مشهديه تعاطيهم مع المواطنين على الحواجز العسكريه. خلص ممير. انتقادات صوبت على الفيلم ومخرجه جو بوعيد عبر المنابر الإعلامية، مع العلم أن الفيلم لم يكن سيوزع على دور العرض لولا حصوله على إجازة عرض من الأمن العام. كلنا تحت سقف الكنيسة. إذا هيدا الفيلم بضر بالدين المسيحي أو بيأذي الدين المسيحي، أنا أول واحد بوقفه قبل ما حدا يجي يوقف لي. رئيس حزب القوات اللبنانية قال على العلن وقال للكل انه في بعض العناصر يمكن ما مشوا بالدكترين تبع القوات اللبنانيه، مش يعني القوات اللبنانيه مش منيح. شو بحط حاجز سوري انا على ضيعه بكاسين يلي هن ما كانوا موجودين فوق؟ بكذب بالحقائق. حتى ان القيمين على الانتاج راجعوا مع المرجعيات الدينيه المسيحيه الفيلم. اننا سرعنا لمشاوره بعض رجال الدين. بذكر منهم الاب كميل مبارك المحترم الذي أكد لنا بعد مشاهدتنا معا الفيلم أن هذا الفيلم برأيه الشخصي لا يمس بالعقيدة المسيحية أو بالكنيسة من حيث المضمون. جو الذي يغادر يوم الأحد إلى موناكو للمشاركة في مهرجان السينما دافع عن فيلم تنورة ماكسي الذي قال إنه يعكس جزءا كبيرا من حياته وطفولته. هلا بتجرسينا بالسينما.